احنا نمشي على حسب القدرات المالية تاعنا. اولا بغض النظر على أهمية السكن في التنمية البشرية، اولا واحنا اول دولة في التنمية البشرية في هذا الميدان هذا، وكان سبق الأمم المتحدة انها درك كي تسمع هذا، كي تسمع الاخر اللي قالك اولاد فايت خير من سويسرا، وتسمع هذا، هذا أسوأ من تاع اولاد فايت، لان هذا ما يسمى برئيس الدولة. قالك احنا اول دولة في التنمية، شنو قال؟ التنمية الاجتماعية ولا واش قال؟ صنفت نظر على أهمية السكن في التنمية البشرية. التنمية البشرية. واحنا أول دولة في التنمية البشرية. أول دولة، احنا أول دولة في التنمية البشرية، تخيل. كيفاش الجزائريين ما يفقدوش عقولهم؟ احنا أول دولة في التنمية البشرية. هذا كي يتكلم والكلام مسجل. احنا شفنا قامت القيامة على بايدن لأنه غلط وتلكلك في كلمتين وراحوا له إلى قامت القيامة عليه، قالوا له خلاص ما تقدرش تروح عودة ثانية، لأن كان مباشر، هذا مسجل ويخرج يقول هذا الكلام. مثل النهار اللي خرج وقال لك الديمقراطية الأوروبية ترعرعت في الجزائر، وقال لك وما زال يكررها، قال لك احنا عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا، وقال لك بأننا رايحين نحلوا مليار وثلاثمية ومش عارف قام كل 370 مليون متر مكعب في اليوم تحلية مياه، وقال قطار تان الراس الجزائر خلاص راهو في الطريق، وأشياء أخرى كثيرة جدا. يخرج الآن يقول لك احنا أول دولة، يقصد دولة في العالم، يعني قال روحوا مع الدول الأخرى في التنمية البشرية. تخيل، تخيل وانت بعينك تشوف الجزائر، تشوف السكن الرديء، تشوف الطرقات الرديئة ومكسرة، تشوف المستشفيات وحالها، تشوف الجامعات وحالها، المدارس وحالها، الناس وحالها، تشوف برك حال الجزائريين، تشوفهم برك في وجوههم الأغلبية العظمى، حتى اللي يأكل ويشرب مليح تشوف الهم تاع الدنيا كلها طايحة عليه، فما بالك الناس اللي نقصتهم التغذية ونقصهم الأكل واللي أسنانهم طايحة واللي وجوههم، يعني شيء ما لا تحتاج إلى أي مقياس، عليك أن تنظر فقط بالعين المجردة لتعرف الحالة نتاع الأغلبية تاع الناس. يقصد لا أقصد دولة كلوب ديبا، هما أول، أكيد أكيد، نتمنى المساعد يعاود يبعث لي المقطع نتاع هذاك اللي خرج وتكلم على ملزي وعلى كلوب دي بان في 2019، لما جاء الشعب والحراك وزلزلهم خرجوا يعترفوا باشياء، باش نسمعكم من عند واحد منهم وشنو كلوب دي بان. لكن عندما تسمع تبون هكذا الكلام، فهذا اللي خرج تاع اولاد فايت، بالعكس انا نعتبره راهو اعقل منه، لان على الاقل هذاك رئيس بلديه وهذا ما يسمى برئيس دوله. سكن في التنمية البشرية أولا، وإحنا أول دولة في التنمية البشرية في هذا الميدان هذا، وكان سبق الأمم المتحدة أنها صنفت الجزائر ليدر في 2015-2016. حتى راهو يتكلم، حتى راهو يتكلم حتى على 2015 و2016 كليدر في التنمية البشرية، وخاصة في قطاع السكن لأنه كان وزير السكن، معناها راهو يشكر في روحه كي كان في فترة العصابات اللي قال لك كان يحارب فيهم هو، ويتكلم عن النظام السابق. راهو في نفس هذا البارح تعلقت عليها، يقول لك النظام السابق، والآن يقول لك حتى في 2015-2016 صنفونا كالأمم المتحدة صنفتنا كليدر في التنمية البشرية. طبعا كاين بعض الناس مساكين، هو كاع الناس عارفين الحقيقة على استثناءات قليلة من بعض المتخلفين عقليا، يقول لك ايه الجزائر وتموت في السكنات يو هذيك راهي اقفاص مش سكنات، اغلبيه هذيك راهي اقفاص، عندما يسكن 8-9-10 اشخاص في 3 غرف، هذا هذا هذه راهي جريمه، هذه راهي جريمه. هذو اللي يعطوا لهم السكن كما يقولوا، وان كان الاغلبيه يدفعوا، يا يدفعوا الرشوه يا يدفعوا عادل يا يدفعوا، ودرك نشوف واحد واش يقول على عادل، يعني بشهادة، مع أننا عارفين أن الأغلبية راهي تخاف ما ولاوش يديروا الفيديوهات،
ولو من هنا نقول الجزائريين، ايش هذا الخوف الان اللي استبد بالناس وعاوده العصابه بنات حائط الخوف؟ ايش هذا الخوف؟ يعني كم سيسجنون؟ 1000 2000 5000 10000 كانوا يخرجوا الناس ويتكلموا بالحق فقط بدون كذب، بالحق ينشروا الفيديوهات وينشروا الشر وينهوا على المنكر ويدعوا الى المعروف فقط. راهو التوقف عن ذلك يزيد هذه العصابات اجراما وسفاهه ورداءه وخيانه، لانهم يعتقدوا باللي هاك تشوف شاه يقول هذا وراه عايش الان. ما تقدرش تمشي في التنميه والعصرانه وشعبك ساكن في الاكواخ والشعب الجزائري ساكن في القصدير، يعني تدخل في تناقضات نتاع بعض الدول اللي تعتبر اليوم قوه اقتصاديه ما نذكرش اساميها باش ما نجرحش، بمعنى انه هو نص ساكن تحت، هو راه قضاء الاكواخ، راه قضاء القصدير. احنا نعرفوا ان كاين ملايين الجزائريين يعيشوا في القصدير او ما يقارب القصدير، احياء شعبيه لا شيء فيها، اللهم الا السرقه والنهب والتكسار والتدمير الى اخره. ومرات الناس يقول لك ايه بصح هذا الشعب، مش الشعب هذا، هذه إدارة الحكم. من يجرؤ على الفساد اذا صرح القائد؟ من يجرؤ على النهب إذا طبق القانون بحق؟ لو كان الكبار المجرمين اللي ينهبوا تصدر أحكام إعدام وتنفذ ويوروها للناس. وأكد لكم أن 99% من الفساد يتوقف، لأن الناس تعرف أن هناك قانون سيطبق، ماهوش قضاء نتاع الانتقام وقضاء نتاع الشكارة وقضاء نتاع المسكين يسحقوه واللي عنده الشكارة يخرج ولو كان مرتكب أي جريمة. قصديري يسموها كيفاش يسموها، احنا لا، احنا تشوف اليوم العاصمة ساكن حلائق، وما تبقى من سكن الهش القديم نقضي عليه تدريجيا بالنسبة لهذه الولايات الأخرى. لما المواطن يكبر في بيئة نظيفة، هضر على الأطفال، لأن الأطفال اليوم هم سيرين الغد. اكتشف كبير، قال لك أنه كلش راه مليح العاصمة وكذلك الولايات الأخرى، واللي بقات حاجة بسيطة هكذا نقضوا عليها. خلينا نشوفوا من العاصمه هكذا شهاده تاع واحد فقط على السريع. السلام عليكم كاع الشعب الجزائري ويلي ولايه الجزائر العاصمه. شوفوا حنايا رانا ساكنين في ترابنا، هاي لك ملكيه خاصه، ليك وراني عايش، ليك وراني ساكن، هاي داري، هاي شومبرتي يا اخي، ها الولد، هاوليك في عمره شهرين، ها حبوا يخرجوني من الدار، حبوا يريبوها عليا، هاي لك هاي ليك، عليك المين ما لقيتكش، وكل ما يجوا يلقاونا تاع لا دايره جاو يلقاونا، تاع الولايه جاو يلقاونا، سانيتير بيبليك، ها شوفوا يا ناس، حبوا يخرجونا، ما حبوش يشوفوا فينا بعين الاعتبار، يا ولي ولايه الجزائر، كنت تقول بلي يا ودي، عطولهم خرجوهم سكنوهم. هذه العاصمة، نتكلموا على العاصمة هذه. واحد اخر ايضا، هذه وهران في الشارع. الله يفتح عليكم خوتي، بارطاجوا لنا هذا الفيديو بزاف، صاير خدمي وصل للعظم والله الا بزاف، نبي يشوفها الوالي وعلى بالي بلي عندنا حق ويعطينا، انا بكوا عطنا رانا كاملين خوتي، بارطاجوا لنا الفيديو الله يفتح عليكم. ها هو راسك والله. هذا مثال مثال من آلاف الأمثلة، من عشرات الآلاف تاع الأمثلة. ما كانش مدينة في الجزائر ما فيهاش ناس ولاو يباتوا برا،
ومرات أسر تبات برا. ما كانش مدينة في الجزائر ما فيهاش أحياء كاملة انتهى، يا قصدير يا رديء يا مكسر على الناس يا ما كانش، بل أن أغلبية الأحياء في أغلبية المدن وضعها ما بين متوسط وضعيف وسيء وسيء جدا. قليل وين تلقى حي، أصبح قليل وين تلقى حي. يقسموا للناس على كثير من المدن ومرات يبعثوا الفيديوهات، للأسف ما قدرش نوريهم لأن مرات فيهم أصواتهم. فتشوف المدن كيفاش ولات، أغلبها ولات يعني واحد الأوضاع مؤلمة. طبعا أنا ما نلومش بعض الناس مساكين اللي ما شاف ما يعرف ما خرج ما يحسب بالك هذيك الأمور راهي تمشي هكا، هذيك يقول لك أنا لاباس علينا. لا ما راكش لاباس، السكوت على الظالم وعلى الفساد وعلى الإجرام يؤدي إلى الخراب. ظلم الملوك والحكام يؤدي إلى الخراب، لا عدل يؤدي إلى الخراب، ظلم يؤدي إلى الخراب. يتحدث إذن تبون على أننا أول دولة في التنمية الاجتماعية والسكن، وأنتم عارفين أحوال. دليل تاع الكذب نتاعو هو أنهم فقط في هذه عدل ثلاثة قالوا بأن حوالي 1250 ألف سجلوا في عدل ثلاثة، بمعنى أن هناك 1250 ألف أسرة، فرد أو معاه أسرة، يحتاجون سكن. هذو اللي عندهم إمكانيات باش يدفعوا بالمناسبة، يعني اللي سجل في عدل لازم يعد عنده المال، مش أي واحد يعني. الفقراء والمساكين والمطحونين وهما هذه أغلبية شعب الجزائر ما عندهمش أصلا يعني. ما يقدرش ما دي كانت أفورد كما يقولوا، ما يقدرش باش يكون في عدل أصلا، ناهيك على الشروط الأخرى يعني. لكن إذا كان تبون يتكلم على دولة كلوب دي بان ومثيلاتها يعني الانفصالية في الجزائر، ممكن خلينا نسمع واحد يحكي على كيفاش كان كلوب دي بان، نسمعه باختصار. ثانية تاع كلوب دي بان مسؤولة أكثر من 50 مليون دولار سنويا تسيير. هذا وشوف النقص ماشي تضمن بارك الله فيك. ولا الكليماتيزور تاعك فيه ان بروي، سي ملزي بدله لك باطل. اذا الثلاجه فيها بروي ملزي بدل لك الثلاجه باطل. النظام الاجتماعي تاع الدوله والله غير شوف ما لا 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 هذا شيء مهم يا جماعه، شيء مهم. ماشي مانيش نضحك، انا واش راني نقول، هذا واقع. الصالون ولا يحب يبدلو كل سنه، عندك صالون جديد الكار لا دال دو سول وفايونس، كل سنة عندك الحق باش تغير، كلش باطل، سيريسيتي باطل، الماء باطل، شكون على حساب الجزائر؟ نزيد لك شيء، سمح لي. ولكن لو مونك اغاني، اسمح لي هذيك، لو مونك اغاني، كان كرينا هذيك الفيلا 50 مليون شهريا، كل فيلا، عندك حراسة، عندك البحر، عندك كلش، تجيب أكثر من 50 مليون شهريا، عندك 340 فيلا، شوف شحال شهريا ندخلوا من الملايير. صح مشكلة للشعب. المشكلة مرزلة. كاين ناس ما عندهم حتى منصب اليوم، ما عندهم حتى منصب، عندهم فيلات ومازالوا في كلوب دي بان. سجلات وظيفية. كاين ليزاكس سابقين، يعني نواب سابقين، وزراء سابقين، سيناتور سابقين، ولا أصدقاء تاع الإمبراطور السابقين إلى آخره، راهم ساكنين في كلوب دي بان وعلى حساب الدولة. هذه شهادة من واحد يعرف مليح الملف، أعتقد أنه كان مسؤول معاهم يعني، وسمعته وش قال. هذه التنمية هنا الجزائر هي الأولى، إذا كان تبون يقصد التنمية البشرية في دولة كلوب دي بان وأشباهها، كاين مقاطع أخرى، مقاطعات أخرى كما كلوب دي بان، هذا صحيح. تريستي باطل، أو قالها المتحدث، تريستي باطل، الماء باطل، قال لك الحراسة، قال لك عندك مشكلة في الفريج يبدلوها لك مباشرة، عندك مشكلة في الكليماتيزر يبدلوه لك مباشرة، الصالون يبدلوه لك مباشرة، كل عام يبدلوا لك الصالون وال نتاع الدار إلى آخره، كل شيء. هذو عندهم التنمية، صحيح، هذو عندهم التنمية البشرية، وعندهم التنمية الاقتصادية، وعندهم التنمية السياسية، وعندهم كل أنواع التنمية. عندهم كل شيء. ولذلك هذا السفيه تاع تبون، هذا المجرم، هذا الذي كلما فتح فاه
تقيأ كذيب ليس له حدود لا يستحي لا يستحي. بالمناسبة كان ساكن في كلوب ديبا، حتى لما طردوه وأهانوه وأذلوه ساكن في كلوب ديبا، بقى هو ثاني ساكن في كلوب ديبا، وكان مع العهدة الخامسة. ومن بعد يجي يقول لك النظام السابق كلي هو كان معارض حقاً.